بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه أسئلة موجهة إلى شيخنا الفاضل. شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: متى تنتهي مدة الاعتكاف؟ هل عند صلاة العيد أم عند فجر يوم العيد؟ هذا بحسب نية المعتكف. إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه ينتهي إذا ثبت الهلال، هلال شوال، بغروب الشمس ليلة العيد، لأن العشر انتهت بظهور الهلال ليلة الأولى من شهر شوال. هذا نهاية الاعتكاف لمن يريد الاعتكاف العشر الأواخر. أما إذا نوى أن يعتكف إلى صلاة العيد، نوى أن يدخل ليلة العيد مع العشر الأواخر، فله ذلك ويخرج عند صلاة العيد.